كيريح بزاف، زاوية أخرى بون عرفت واش نقدر نكالي شوية الريح، ما يوصلش ما سي با بوسيبل. ميكرو سانسيب ديال التليفون، هادي واحد الزاوية تقريبا حدا الطريق ديال 3 غرات. الوغ اللي انفاس معانا كيبان لكم فين كاين واحد لونتين، هذاك الطريف هذاك اللي كيتسمى تقريبا الراس ديال جبل موسى ديال لا مخير مورده كما كيسميوها السيدة الميتة، هذاك الراس وعلى اليسار هذيك القصدة مشى حتى رجلي لتحت. دو لوان كتبان فعلا كتبان بحال شي يعني جوتا المهم ديال الانسان ملوي ودلوان من قرب الله. في الوسط ديال الصوره يبان لكم واحد الباطو وتما كاين الجهه ديال الميناء طنجه المتوسطي، وهاد الجبل هذا سبق سبق دزت من تما واحد النهار كنا ضربنا شي 34 كيلومتر مشينا على الارجل. وهادو الطاقة الريحية عرفتش علاش واقفين، واش الريح ضعيف، حتى هادو كيبانو واقفين. المهم هادي الطريق اللي كتدي القصر صغير، وهادو اللي جايين من الفنيدق، وقريب منهم كاين بليونش راه جوست غنزيدو واحد 2 دورات وغادي نخرجو في الطريق، كاين بوز ديال لي جوندار وتما كاين الدخله ديال بليونش. تحياتي.